مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، انتم اوفياء قناه شروق تي في واوفياء برنامج الو شيف، البرنامج اللي يجيكم طيله ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه بوصفات سهله بسيطه انتم تقدروا تجربوهم في بيوتكم بطرق مختلفه. طبعا اللي حتشوفوهم هنا في كوزينه الو شيف اللي حيحاولوا دائما لي شيف تاعنا اللي يكونوا حاضرين معنا انهم يسهلوا عليكم كل الوصفات اللي حابين تشوفوهم ولا اللي شفتوهم ثاني من قبل معاهم. اذا مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم انه تقدروا تواصلوا معنا كذلك من خلال الرقم لو دار اسفل الشاشه اللي هو 023 70 92 94، هذا الرقم اللي خاص ببرنامج الو شيف اللي من خلاله تقدروا تواصلوا مباشره مع شيف نادية، بما أنه شيف نادية هي اللي حاضرة معنا اليوم في آخر هذا الأسبوع اللي حنختموا فيه برنامج الو شيف يوم الخميس إن شاء الله، بما أنه هذا نهاية الموسم كامل برامج الشروق. قولوا لكم أنكم تقدروا يعني تبروفيتيو وتعيطوا هنا من خلال الرقم لو دار أسفل الشاشة، وكذلك تبروفيتيو باش تربحوا 5000 دينار جزائري وقسيمة شراء قيمتها 5000 دينار جزائري من عند الواحة للتسوق ولا المركز التجاري الواحة اللي متواجد بقهوة شرقي برج البحري، بمجرد أنكم تجاوبوا فقط على السؤال اللي كان مطروح يوم الخميس الماضية من عند لي شيف، واللي هو وشنو هي الحاجة اللي نحطوها في العجينة في مكان المحسن. دونك اجاباتكم راح نشوفوها في تعليقات للبث المباشر اللي راهو في الصفحة الرسمية لقناة شروق تي في على الفيسبوك اللي تجيبو تقابيها العلامة الزرقاء، ثم فقط نختاروا الفائز أو الفائزة، يعني ماشي في صفحات أخرى ني في الانستغرام ولا في صفحات أخرى على الفيسبوك، لكن الصفحة الرسمية الوحيدة اللي يختار منها الفائز أو الفائزة هي الشروق تي في المتقابل الأزرق على الفيسبوك. طبعا وفي التعليقات تقدروا تعلقوا أكثر من مرة، الإجابة تقدر تكون أكثر من مرة في التعليقات. وحنا نهار الخميس في آخر يوم من هذا الموسم حين شيف مريم وشيف نادية يخيروا اسم الفائز أو الفائزة. ما نساوش ثاني نشكروا المنتوجات تاعنا اللي حاضرين معنا هنا دائما وملي مرافقيننا. نبداو بمنتوجات الوجدان، منتوجات الوجدان نبداو باتا تختيني الوجدان ولا شوكولاتة الطلي الوجدان كما راكم تشاهدوا فيها بكل أنواعها، شوكولا بيضاء، شوكولا بالبندق وشوكولا سوداء كذلك، اللي تقدروا تحطوها في فطور الصباح ولا حتى ديروها في حلوياتكم ولا لطلي حلوياتكم كذلك، باش الناس اللي طيب بزاف حلويات واللي دير حلويات ثاني دي جاتو كبار كما نقولوا. عندكم شوكولاته الطلي شوكولاته الغطس، شوكولاته الوجدان طبعا اللي هي كلاصاج كما نقولوا احنا بالعاميه. دونك عندنا شوكولا بنوازات بيضاء سوداء وبالحليب اللي هي الكلاسيكية. وثاني ما نساوش منتج جول سيسول ولا خبز جول سيسول اللي كنتو شفتو وصفات بزاف به من عند شيف نادية والشيف مريم، مع انه رانا في فصل الصيف دائما نحبوا حوايج خفاف وحوايج صحيين وحاجه تكون نقيه وحاجه تكون يعني تاع دار كيما نقولوا حنايا. دونك خبز جول سيسول حاجه تسهل عليكم وحاجه نظيفه اللي تقدروا ديروا بها لي زومبورغر ولا حاجه ثاني حلوين كيما كنتو شفتو وصفات سبقت مع لي شيف تاعنا. كذلك مشاهدينا الكرام منتجات افري اللي مرافقينا دائما هنا في كوزينه الو شيف، الماء المعدني افري اللي ما نقدروش نستغناو عليه خاصه في فصل الصيف، لازم ترطيب لازم تشربوا بزاف 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 الماء. دونك حنا دائما معنا افري فيها تسخانه، وكذلك منتجات افخوي منتجات افخوي العصائر كما تعودتوا تشوفوهم عندنا هنا في كوزينه الو شيف ولا كذا، متوفرين كامل في الاسواق بكل المنتجات بكل الاذواق عفوا. دونك عندنا عصير البرتقال، عصير الفواكه، عصير العنب بالتفاح، عندنا ثاني كوكتيل عصير ثاني ليمون بالنعناع، وكذا اذواق اخرى مشاهدينا الكرام تقدروا نتوما تلقاوها في الاسواق ولا في السوق اللي جاي قدامكم. دونك متوفره في كامل الاسواق.
يلا مشاهدينا الكرام نعود نذكركم بالرقم اللي ظهرت في الشاشه اللي هو 023 70 92 94. هذا الرقم اللي من خلاله تقدروا انتم تواصلوا مع الشيف ناديه واللي حتحاول في كل مره انها تجاوبكم على كل اسئلتكم ولا حتى وصفاتك وحابين تشوفوهم كما كنتوا طلبتوا لنا لوبيا مشطول البارح كنا درنا بها وصفه جديده وصفه اللي ما نشوفوهاش دائما غراتان تاع المشطول البارح ويتوالم خاصه مع فصل الصيف اللي رانا فيه دوكا سخانه كبيره ما نقدروش ناكلوا حوايج ثقال بزاف. دونك انتم تقدروا تتصلوا بنا والناس اللي ما قدرتش تتصل نظرا للضغط الكبير اللي راهو على رقم البرنامج لانه كامل الناس تحاول تتصل في وقت واحد. نقول لكم انه تقدروا تخلوا لنا تعليقاتكم ماشي فقط باش تشاركوا في المسابقه لكن تخلوا تعليقاتكم باش تقولوا لنا انتم وصفاتكم رايكم في الوصفات اللي شفتوهم وكذا تخلوا لنا ثاني لي ميساج تاعكم باش نقراوهم انا والشيف ناديه. اذا نستقبلوا اول مكالمه لنهار اليوم ونقولوا الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور شراك الاخت اكرام لاباس وانتيا؟ اي الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟ معكم كريمه من تلمسان. كريمه من تلمسان كاهينه. واش راكي كاهينه؟ كريمه. كريمه شتي ما كنتش غلطه مالاتي ابك دائما نغلط في الاسامي ما سمحوش مليح ما بانش عليها. صافا لاباس كاش سخانه في تلمسان؟ لاباس الحمد لله. انتم راكم غايه والله غير الحمد لله. وانتم مع سخانه واش راكو دايرين؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي. واش راكي طيبين لهم كريمه في سخانه هذه؟ حاجه خفاف دي غراتا هكا بيتزا صح غير الحوايج الخفاف اللي تقدروا تاكلوهم في الصيف. حوايج خفاف يتوالموا مع السخانه حاجه تخيل ان فصيل السخانه. كريمة شوفي التحقت بنا الشيف نادية الآن مرحبا بها. دونك مرحبا بك شيف نادية. مساء الخير. مساء النور شيف صراحة. إيش رايكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. أنت راكي مليحة؟ الحمد لله ولا لاباس سؤال عليكم. يعطيك الصحة. حبيت نشكرك تقول لك يعطيك الصحة على الوصفات والمجهودات اللي راكي تقدميهم لنا. شكرا حبيبتي. لا شكرا على واجب. يعطيك الصحة والله. جربت البيتزا اللي درتيها جربت أنا تاع الباذنجان والله خرجت لي بزاف بزاف بنينة. يعطيك الصحة. الحمد لله يصح إيمانك ربي يحفظك. تعيشي حبيبتي كريمة شكرا لك. لما عندك إضافة قول لنا ولا سؤال. حبيت نطلب من الشيف نادية في هذه الأيامات اللي راها باقية كون دير لنا حلويات باردة. حلويات؟ حلويات باردة. ما سمعتش مليح. حلويات باردة. باردة. داكوغ ان شاء الله ان شاء الله. راح تلقاوها يوم الخميس مع شيف مريم ان شاء الله. تحاول دير لكم ان شاء الله ان شاء الله. حوايج في نشكركم نقول لكم يعطيكم الصحة. الله يسلمك. على واش راكم ديروا تقدموا نتمنى لكم عطلة سعيدة. والله غير عشان تخليوا لنا بزاف فراغ كبير مش عارفة باش معليش انا حين نعاودوا نولوا ان شاء الله. نريحوا شوية ونعاودوا نولوا. نتمنى لكم عطلة سعيدة لكم الكامل اللي كيف العمل معكم. تحياتي للاخت ايمان مداوح نقولها ربي يعطيك وقتها سهله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك كريمه يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا يوم سعيد عليكم ربي يعاونكم. الله يسلمك تهلاي في روحك. شكرا لك ربي ان شاء الله فينا وفيكم. تعيشي نعاود نرحب ب زهرة مطبخ الشروق الشيف ناديه. مرحبا بك الجنه يدير لك زهره في الجنه ان شاء الله. لاباس وانت الحمد لله يا ربي يعيشك. الو ناديه. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد على الشيف. يوم اخر حلقه ليا نهار الخميس نجي مي شغل هكا ضيافه انا جايه ضيافه مش جايه نطيب. يوم اخر يوم قولي لي قبل ما تبداي معليش اخر يوم كيفاش الموسم عطينا الحوايج اللي جزتي عليهم هذا العام في هذا الموسم احكي لنا شويه. ماشي سهل وماشي صعيب كيما كل حاجه. ماشي سهله فوالا وكيما كل حاجه في الدنيا فوالا بيان سور. الواحد لازم يتعب لازم ينوض بكري لازم يسهر لازم باش يلحق لوينه وحاب. انا شغل الحمد لله هذه الخدمه نخدمها على اكمل وجه وربي شاهد ما نبخل قاعده شاهدين خاكو شاهدين كامل ما نبخل ما نحسد ما حتى حاجه. الحاجه اللي نعرفها نقولها لهم ان شاء الله ولا نسيت كاش حاجه يسمحوا لي ولا غلطنا يسمحوا لنا طبعا. وفي هذه ليميسيون شغل محبه الناس اللي كل يوم زيد نربحوها هي اللي انا والله كي نتلاقى مع الناس برا يقولوا لي سلمي على ناديه باكي ما تسلميش على ناديه. دونك انا نقول لكم بلي دائما سلامه ويلحق لها يا اخي ناديه نجي نقول لك باش ما نقولوش ما تجيش تقولها ولا قلت لك الحاجه المليحه في هذه الميسيون نربحوا محبه الناس. صح ليكيب كل يوم نشوفوا صح انسان جديد معنا ليكيب شغل خلاص ولينا اون فامي
لي ما نقدروش نتفارقوا على بعضنا بعد ما لغيت فارقنا ليام ولا المهم كانت عشرتنا طيبه الحمد لله اكزاكتومون شحال عندي ونعرفك عامين عامين وي معليش خير جو ريغريت با انا ثاني يسلمك ربي يحفظك تايشي ناديه دونك دي روسيت جدد خفاف كوم دابيتود حندير لي نوغوت ولا ناغت ولا كل واحد كيش يسميهم تاع الدجاج هذوك اللي نشروهم باني يتباعوا كونجي نقلوهم هما طريقه سهله وفي الدار او كونتخير يجوكم بنان على كي تشروهم لبرا حندير سلطه البطاطا التركيه وحندير معجون العنب كانوا ديمونداو بزاف معجون تاع العنب دونك حبيت نديرو بدو سورت تري بيان هذه هي نبداو بلا جينيرال منافو معجون لي فريز كاع نديروهم معجون صح العنب جديده صح حتى جديده اه كاين ديجا عندهم البحايه تاع العنب اذا ما يبعثوا لي وحده بعد كي قالت لي تعيش قبل نهايه الموسم ديري لنا العنب نبداو بلينا قلت لي انهم لازم يدخلوا شويه الكونجيلاتور باش عندي لهنا صدر دجاج ولا زوج دوره ولا صادي باش حكوا حابين هذه الوصفه تقدروا تخدموها وتحطوها في الكونجيلاتور وتجبدوا اشاك فوا وتقليو رحيتوا انا صدر دجاج صدر الدجاج دائما اكدوا نعاود ما تشروش ملحي عند البوشي لانه يحكم صدر الدجاج بماشي مغسول ويرحيه لكم هاد لا رومارك دارتها لي ماما صافي 2 سنين انا ماما في الدار ماما هذاك ماما عندها جنها وجن تشري زعما الجد من الحموله هي ترحي احنا ثاني الحموله نرحو لان نحبوها براسنا الحياه ايتو بصح اللحم شغل ما تخافيش منه ماشي كيما الدجاج الدجاج ماشي مغسول ويرحيه لك دونك ناكد ونعاود هذه المعلومه الدجاج اشروه اغسلوه ومن بعد رحوه في الدار عادي ولا لا ما عندكمش ملح اللي فاش رحوه انا يا بخفا بخفا نغسلو في الدار نقيه بالخل كي تكون عندي كونتيتي نعاود نرجعو لبوشي يرحيه لي يزعف ويشن فاطا شويه صح معليش نقول له والله غالي المهم يرحيه فوالا نضحك وقت لكم لهنا الدار تاع دجاج فلفل الكحل توابل دجاج عكري لهنا دوك نقول لكم توابل دجاج باش تقدروا تعوضوهم نسحق لهنا مايزينا وفارينا نسحق ثوم بودرة والملح نسحقو بيان سور الزيت هذه هي تري بيان الوصفة الأولى هي دجاج كي نقولوا لهم لي نوغات تاع الدجاج اللي نشوفوهم بزاف برا وعباك كاين بزاف ناس ثاني تشري هكا الدجاج كيما قلتي ماشي مغسول مام با وزيد الزيت تكون قديمه دونك دو بريفيرونس واحد يديرهم في الدار مع السخانه حبك سورتو في السخانه والزيت يكون قديم هذا الصدر يقدر يخرج لنا كونتيتي كبيره اوكي دونك يسمى لي كون اللي ما عندهمش غاشي في الدار يقدروا يخدموا بزوج صدور ولا يرموا في الكونجيلاتور مهما تكون الحاجه في الكونجلي تاعك تاع في الدار ماشي كيما تشريها برا مالغري كونجلي تاعها سمانه 10 ايام بصح راهي بروب على تاع برا هذه هي نديروا لهنايا الملح توابل تاع الدجاج توابل تاع الدجاج اللي ما عندوش فهم يتباعوا اللي ما عندوش يقدر يديرهم بالكاري يدير كاري كركم كنجبير قصبر ملح فلفل كحل ويحب يزيد له شويه عكري حلو ولا حار ويزيدوا لهم ثوم بودره هادو هما توابل تاع الدجاج دونك هادو نحطوهم كامل في اللي يحب يشري يشري مي كاين يقول لك ما نلقاش وين نسكن في بلايص ما يلقاش وين يشرو توابل الدجاج قلت لكم فيه الكركم والكوري والقصبر والسكنجبير فلفل الكحل وتوم بودرة ولا حبوا العكري حلو ولا حار ولا يشروه ولا يشروه انا كم عندي هذا ما فيهش العكري راح نزيد شويه عكري هنا باش يجو كولوري شويه فوالا الملح على ما اظن ما كان شو زيناها ما دام نسحقو فوالا ناديه لا لا عم بالي جيناها ولا قلت لهم بلي نسحقوا لانه يعني يدير شويه الحصه كي تعرفي اذا نكملوا في استقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام ونقولوا الو مساء الخير الو 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 مساء الخير سلام راكي لاباس راكي تسمعي فيا الو الو أنا اسمعك شراكم لاباس لاباس وانتي يا لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي شكون معنا شيمان بليدة شيمان بليدة بك ناس بليدة عندهم الزهر يحكمونا بزاف لا بروميير فوا وحكمتكم وحنا عندنا الزهر اللي نسمعوكم ونهضروا مع مع ناس بليدة الله يسلمك حبيبتي ما احنا نموت عليكم الله يسلمك تعيشي حبيبتي كيفاش كاش طياب كاش سخانة بك بليدة معروفة فيها سخانة بزيادة يا خي خاله وش راكي طيبي لهم؟
جاندبا حدث في حوايج خفاف صح عندك الحق نعم شوف صح خير ما بصدي يا إدارة حالا نعم سخفي البيتزا تاع ناديه دايره حاله شتي البيتزا تاع ناديه دايره حاله قالت لك البيتزا تاعك دايره حاله ناديه سييتها سييتها بيان شو دو فوا با هذه اليوم صحتكم الله يسلمك واش راكي ناديه لاباس صافا وانت يا بخير لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي يا ربي الحمد لله نعمتك هي مليحه ولا غير لاباس سؤال عليكم وانت يا بخير لاباس الحمد لله سؤال عليكم الحمد لله يسخر لك الخير تعيشي هي مليحه مريم هي مليحه فلك تابا ولا غير لاباس الحمد لله يسخر لك الخير الحمد لله سلمنا على سميه ومريم يوصل ان شاء الله ان شاء الله ودونا تعرف لي حكمناكم الله يحفظك حبيبتي تعيشي سلمينا على ناس بليده يسلمك حبيبتي ويعطيكم الصحه على ربي يحفظك حبيبتي تهلاي في روحك اذا ناديه نعاود نولي لك بعد ما درتي الدجاج المرحي زدتي له كامل لي زيبيس ولا توابل اللي كنتي قلتيهم كامل للمشاهدين دوكا نزيدوا شويه ملح ملح مازال ما درتش ماشي شويه نملحوهم نورمال قسمه باش ما يجيش صامط هذاك الدجاج لهنايا دوك الاعصاب اللي تبدا لا جا صامط سمحي لي قاطعتك شتي له الملح ما كانش انا ماكله نحبها قبل ما طيب تدي حقها تاع الملح لانه كي طيب ما بتعطيني زيت من الفوق ما يبرد قلبي فوالا لهنا كي تلقاو دوك الاعصاب دو بريفيرونس نحوهم لانهم يجيني كي تخدموا لي ناغوتس تاعكم ميناكم في الروبو شتي يخرجوا لي يخرجوا لي معليش كي حيتوني نحي فيهم هاني حنزيد نعاود نرحيه شويه لانه ما ترحاليش مليح نرحيه شويه هكا يزيد يدخل فيه ثاني لي فوالا ويدخلوا فيه لي زيبيس كيما قلت انا نعرف شويه انا ديال كوزينا تعلمت لي باندا هاد العام شوفي العام اللي فات شويه سبع شهور هاد العام الو شاف درتها معاكم ثاني رفدت زيدي عام في طباخه هادي هي خلاص عمتي جات فرنسا سقساتني قالت لي زعما كي تعلمي باش قلت لها ما نكذبش عليك قلت لها مين داك نفهم مين داك تلف لي في حاجه ما نعرفش نكسر راسي دونك مشاهدينا نعاود نذكركم انكم تقدروا تربحوا قسيمه شراء قيمتها 5000 دينار جزائري من عند المركز التجاري الواحه للتسوق بقهوه شرقي برج البحري دونك بمجرد انكم تجاوبوا على السؤال المطروح في الاسبوع الماضي من عند لي شيف وشنو هي الحاجه اللي يديروها في مكان المحسن في لاجينا هكا ناديه يا اخي هذا هو السؤال تقدروا تجاوبوا في التعليقات كما قلت لكم ونعاود لانه نشوف صفحات بزاف يكتبوا علق واربح والناس تعلق في هذوك الصفحات لكن اسم الفائز ولا الفائزة ما نختاروهش من الصفحات الأخرى لكن اختاروه فقط من الصفحة الرسمية لقناة شروق تي في اللي هي الشروق تي في المتقابلة على العلامة الزرقاء أنا راح نجرب ندخل بالهاتف برك باش نوري لكم تاني عاود نوري للناس اللي حبت تشارك الصفحة الرسمية والبث المباشر وين راهو دونك في مجرد أنكم تخلوا التعليقات تاعكم اللي هي الجواب وشنو هو الشيء اللي نديروه في بلاصة المحسن في لاجينا تقدروا تجاوبوا عدة مرات ماشي مرة واحدة فقط ثم نختاروا اسم الفائز ولا الفائزة اللي حيكون يوم الخميس مع الشيف نادية والشيف مريم كذلك اللي حتكون حاضرة معكم غدوة غير غدوة ونهار الخميس حيكونوا حاضرين للشيف الاثنين باش يختموا البرنامج هاني نحوس على البث المباشر لا ما عندكش نشوف دونك الصفحة الرسمية برك لقناة الشروق هذه هي نزيد برك في الضو هذه هي الصفحة الرسمية لقناة لقناة الشروق هاي اللي تلقاو هنايا الشروق تي في وتلقاو هاد العلامة الزرقاء كما راكم تشاهدوا هكا فوالا العلامة الزرقاء هكذا هذيك العلامة تدل انه والبث المباشر هاوليك تخرج الصوت سمحوا لي نقصوا في الصوت وندخلوا للبث المباشر دوك يطلعوا برك التعليقات نوري لكم كيفاش التعليقات راهم يطلعوا فوالا تري بيان نروح مع فوالا هنا التعليقات هذو هما اللي حنختاروا منهم اسم الفائز ولا الفائزه اللي حيكون يوم الخميس ان شاء الله دونك انا نشوفوا في تعليقاتكم راهم يطلعوا بث مباشر هاوليك انا وناديه شوفي خرجنا ملاح فوالا دونك هذا هو الصفحه هاي ليك ديجا يكتبوا لكم الشروق تي في وكذا التعليقات راهم يطلعوا مشاهدينا الكرام هاني نقرا في الاجوبه فوالا اجوبتكم كامل راهي تطلع تقدروا تجاوبوا
أبا شوفوا بقدر نقول لكم والو، لكن زيدوا زيدوا عطوا اجوبه اخرى. هذا واش نقول لكم؟ الاجابه لابي باغلي راهي في المباشر خاطئه. خاطئه. ركزوا مع الوصفه اللي خدمتها له البارح، زدت اضافه دائما نزيدوها البارح في العجينه تاع البيتزا. اي لا روماركيتو انا ما درت الخل وما درت بيكربونات، دونك خدموا راسكم شويه وشوفوا واش درت في هذيك البيتزا. عاونتكم ناديه. معليش كي اخر مره قطع الموسم معليش. فوالا شوفوا كيفاش خلطت مليح الخليط ديالي وجدت له زوج ملاعق مايزينا، في كل صدر دجاج نزيدو زوج ملاعق مايزينا، حنعاود نرحيها علاش؟ باش يدخلوا المكونات ويزيد يترحالي مليح، إلا رحيتوه مع الأول مليح سي با لا بين تعاودوا ترحوه أون دوزيام فوا. باش ما لقيتي جواب صحيح. كاين أم زهرة بري نشكرها كتبت لهم الوصفة تاعك دوكا باش تسهل عليهم. أم زهرة. فوالا. ليكو تقولوا بيكربونات والخل إجابة خاطئة، أنا ماذا بكم تعودوا تولوا للوصفة. البيكربونات والخل أنا ما درتهمش في هذيك الوصفة. شوفي هنايا. لا لا. نو. سكر لا لا. أنا درت في سكر. فوالا. هم ليك الإجابة كامل راهم يطلعوا. شوفوا هو الخل ما فين نديروه كمحسن، العسل هذو كامل نديروهم كمحسن. بصح أنتم أنا سألتكم على هذيك الوصفة اللي درتها أنا هذاك النهار واش زدت لها حاجة. باش نحسنوا النوعيه تاع الفارينه. السكر هو يعاون الخميره باش تخمر لنا، ماهوش محسن. ودائما كنت نقوله لكم اوليو نستعملوا محسن نستعملوا هذيك الحاجه. اللي حابه نغلط زعما نقولها على ماركه. لا 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 ما لازمش تغلطي، شوفي برك بلا ما تقولي قولي لي اسفي. لا لا نو لحظه ما درتش انا اللحظه في البيتزا، ما درتش اللحظه ناديه ما درتش الخل ناديه تقولي لا ما تقولش ساتعاونهم. لا 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 باش يروحوا يحوسوا. لانه لا بريباغ تاع الاجابات راهي خاطئه. صح مزيه قلتي لهم لانه الاجابه كاع كانت خل. شوفوا واش راكم تقولوا الخل اللحظه العسل هادو كامل صح يعاونوا العجينه. بصح انا نحكي لكم على لاباط تاع البيتزا اللي درتها هذاك النهار. تفكري شي نتفكر والله ما انا هذاك خمس سنين. فوالا حنرحي بك شويه. هاي تخي بيان. كاينه وحده جاوبت جواب صحيح. فوالا رحيت الخليط ديالي، قلت لكم باش يترحالي شباب باش كي تكونوا تاكلوا يجيكم الخليط خفيف، الدجاج كي ترحوه مليح يجيكم الخليط خفيف ومليح ولي زيبيس يدخلوا لنا. هذه مسكينه دعت لنا قالت لي ربي يفرحك لازم ندوز لها ديديكاس تاعها ناديه. قالت لنا تحيه ليك انت وشاف ناديه، قولي لها نحبك بزاف بزاف. والعائله دوكاري متواجدين في المرسى وخياتها شهرزاد وسارة ومبروك عليهم المزيد المزيود جديد محمد. دونك نكملوا في استقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام ونقولوا الو مساء الخير. انقطع الاتصال للاسف. نقراو شويه تعليقات في البث المباشر ما بين ما ناديه راهي مازالها في الدجاج. محبه الرحمن نقول لك تحيه كبيره عليك. سيف الدين دراوي كذلك تحيه من سطيف لسوما والباقي راهم الاجوبه تاع السؤال اللي كانوا طرحوه لي شاف الخميس اللي فاتت. هم بداو شويه الاجوبه الصحيحه. هذا وين قالت لي ناديه بيات لي فوالا فرحونا بالاجابه الصحيحه. فوالا مش حابه تروحوا ان شاء الله كونتخ في دونك. نقولوا الو مساء الخير لاتصال اخر. الو 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 مساء الخير. مساء النور. واش راكي لاباس؟ لاباس حبيبتي واش راكي انتيا؟ تعيشي ربي يحفظك. لاباس وانت كي مليحة؟ الله يسلمك الله يسلمك. الحمد لله. انا من تيزي وزو. من تيزي وزو؟ نعم. شكون من تيزي وزو؟ جميلة من تيزي وزو. جميلة واش راكي؟ صافا لاباس. واش راه من تيزي وزو؟ لاباس عليك الخير يسالو كامل عليك ويحبوكم نادية مريم. الله يسلمك شكرا. تعيشي حبيبي ما شاء الله. انا سي دوماج ما عنديش الاخر عندي تليفون تاع الحطبه. ماذا بيا السؤال على بالي وشنو اسكو نقدر نقول لك دوك ولا لا؟
لا لا هي السؤال حسن اللي جالك في البيتزا تاع البارح درتها هي هي نخيروا من هي شوفي جميله سمعيني هي نعم. اسم الفائز ولا الفائزه نخيروهم التعليقات دونك نديروا تيراج وصور نديروا شغل قرعه صافي باليش نشوف مع المخرج ولا تقدري تجاوبينا هنا بما انه قالت لنا ما عندهاش تليفون يعني سمارت فون دونك شوفوا اسكو تقدري تجاوبينا هنا ونكتبوا اسمك في الورقه ونحطوه مع الناس اللي حنديروا لهم قرعه قول لي بيدرو اسكو نقدروا ولا لا انا بالي وشنو من بعد كي نكون في معكم نقدر نقول له بارك الله في هذاك الانسان اللي استقبلني ثاني ما شاء الله اها واش قال ناديه اختي اختي ناديه حبيت تهضر معاك اختي حبيت تهضر معاك مساء النور مساء الخير ناديه اختي واش راكي لاباس صافا صافا يسعدك الخير واش راك انتيا الحمد لله سوال عليكم حبيبتي انا من متابعات الحصه ديالك مرحبا بك بزاف بزاف يعيشك يغوت تجاوبك وجربت بيتزا تاع البارح جربتيها وي تخي بيان جاتني ما شاء الله هذيك لاباط خبوها خدموا بها كاع خبيتها خبيتها بين عيوني خبيتها هذا بزاف جديد بزاف هايله قلت لك انا ديزاني ونخدم بها كومباغازاغ تفكرتها يعطيك الصحة ميرسي بوكو يعني حاجة روعة افيك بليزير صحتكم ميرسي بوكو يعيشك شكرا لك جميلة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا الحبيبة يعطيكم الصحة الله يعافيك شكرا ميرسي بوكو ميرسي كامل نسلم عليكم وتفرج عليكم كامل ان شاء الله يا ربي راني دايرة كتاب كتاب ماشي كتاب واحد دايرة كتاب تاع مريم وحده تاع نادية وحده ها نوميرو تيليفون نو 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 لي غوسيت ماشي كتاب تاع الوصفات هي دايره كل وحده وحدها الوصفات ديالكم تاع ناديه وتاع مريم ما شاء الله يعطيك الصحه من الاول غير لا فيغيتي من الاول خفت شويه مريم بعد كي وليت نوالفها ولي غوسيت وحق قلت يعني ما شاء الله شوفي هي هكذا كي يكون واحد جديد توجور ما توالفيه بشويه وباك خلاص كي توالفيه وباك يجي واحد جديد موراه وهي رايحه حتى فوالا وكل وحده وطريقه تاعها وكل وحده واللمسه تاعها يعني ما شاء الله ما عندي ما نقول ما شاء الله تحيه كبيره لشوف مريم اللي تبعثينا الان قلت لك مام غراسه اللي جات ونادية تاع موشتو وجات وبارك الله شوفي والله ما راني شوف والله ماني نشكر فيها كراي قدامي ولا من الماكله اللي ديرها بنينه يدها بنينه تما خلينا من الشكل هذا اللي دير ويتوسع مي تذوق الماكله تاعها بزاف بنينه ما شاء الله ما شاء الله تعيشي جميله يعطيك الصحه يعطيكم ربي ما تمنى وان شاء الله كيف ما تكرهت ولا في ردي فاكونس انا ما عندي وين نروح حتى عرفت فيكم هالسمانه هذه باش نشوف شحال ندير. شفتي معليش نولوا ما نطولوش ونولوا ان شاء الله. ما تطولوش علينا. لا ماناش حاين نطولوا ان شاء الله. هاد الخطره. والله العظيم تعلمنا منكم بزاف بزاف. ان شاء الله حبيبتي ربي يحفظك تعيش. ما شاء الله والبريوش تاع ناديه ثاني درته البارح ثاني وصباح الصباح درتها ثاني جوني ديال درتها خرجت يعني ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. عرفتي كاعدا واش درتي له كاوكاو داخل قلت لهم لا هذه صباح تاع ناديه. صحتكم. يسلمك تعيشي حبيبتي والله العظيم شكرا لك جميل ربي يحفظك ان شاء الله يعطيك الصحه الله يسلمك حبيبه شكرا لك اللي خير ناديه واللي خير مريم ماهوش غلط نعم اللي خير ناديه واللي خير ناديه الله يسلمك مريم ماهوش غلط شكرا ربي يجازيك الله يسلمك يعطيك الصحة جميلة ربي يحفظك على اتصالك وهلا كي روحك وكلام نادية يعجبني بزاف بزاف كلامها حلو ورزين الله يسلمك تعيشي هاي ميرسي بوكو تعيشي جميلة نتلاقاو الموسم القادم إن شاء الله إن شاء الله علي باي باي هاي باي باي جميلة ميرسي بوكو تعيشي ألو نادية فوالا حيت الدجاج هذاك مليح نحيتلو العصاب هكا تضمنوا بلي هذيك مايزينا ولي زيتيز دخلوا كامل تحصلوا على ان فيغي هكايا ريحتها بنينه كي تزيدوا تروحوا معها لي زيبيس مع دوك التوابل تاع الدجاج زدت شويه ثوم بودره شويه فلفل عكري زوج ملاعق مايزينا ملح وفلفل الكحل فوالا نحوم نخدموهم دي بولات ولا نخدموهم اصابع ولا هاد لي نوغات يتباع يتخدموا عشوائيا ماشي لازم يكونوا كيف كيف وماشي لازم زعما يجوا هكا مستفين شغل ان مول لا راه ماركيتو كي تشروهم شغل يجوا عشوائيا نخدموهم نحطوهم او كونجيلاتور على الاقل نص ساعه انا مش حنخليها نص ساعه بصح نوريكم ابخي فوالا دونك هادي راح نخلوها في نخدمها دي بولات ولا دي دوا ولا حنعاون يدي بالماء لكن عندهم الوقت يديروا واحد ربع ساعه في كونجيلاتور ويجبدوا يخدموا ما عندهمش الوقت كيما انا بالماء كيعاونوا يدهم ويخدموا اوكي
فوالا سوا يخدموا خبيزات سوا دي دوا ولا شتي لانه قلت كي نشروها ما يجوش صح اونيفورم يجو شغل عشوائي فوالا انا حندير دي بولات وندير شويه طوال سا ديبون داكا فوالا شو الخبيزات و هذيك المايزينا حتلمهم وتزيد تعطي خفه للدجاج ديالي كنت درت الثاني نسيت شكون اللي فخيت بالمايزينا يجو يقرمشوا ثاني بس كما ما تديرها في الدار ما بايش من عندها انا رميتهم في مايزينا فوالا اكزاكتلي ندير هكا خبيزات ولا دي دوا ديروا واش تحبوا لهنايا قلت لكم اللي تحقوا مثلا اربعه خمسه تقلوهم لو غاست واش ديروا ديروا اون اسيت وبيناتهم ان ساشي تاع اون بلاستيك وغطوا بيناتهم في لي ساشي في اون بواط ولا داكو انا في الدار دوك نقول لكم كيفاش ندير ناخذ اسيت هكا نحينا باش ما يتقليش ومن بعد تاخذوا هكا كيس بلاستيكي وتحطوا ومن بعد كي تعمر لكم هذه تزيدوا تحطوا هكا وتزيدوا فوقهم بعد نحطوهم يتجمدوا كي يتجمدوا تقدري تنحيهم يكونوا ساهلين تحطيهم في اون بواط بصح لو كان نحطوهم هكا طريين في لابواط يتلاصقوا في بعضهم بعد بعد ما يتجمدوا تجبدوهم وتقسموهم في دي ساشي ولا على حسب قال نسحق كل يوم اربعه ولا ندير كشاك كات في ساشي ولا في اون بواط يسون ترو براتيك ثاني للبحر ولا ولا الواحد شي كيخدم بارفوا يدي الماكله تاعو معاه يسون ترو براتيك تجبدوهم وتقلو وخدموهم من قبل دايوغ كي نخدموهم من قبل يجيو بنان هذاك الدجاج شغل مارينا يجي بزاف بنين انا دائما تشمخوا يديكم لانه الدجاج مازال طري قلتكم الا عندكم الوقت ديروه في 10 مينوت في الكونجيلاتور باش تخدموهم دي بولات هكا وماشي لازم يجو كيف كيف ولا متاويين لانه كنت قادره نديرهم في مو باش يجوني كيف كيف او كونترير لي نوغتس لازم يجو عشوائيين فوالا فوالا دونك هذا الشكل اللي تقدروا تشكلوا به لي نوغتس تاعكم دونك مشاهدينا الكرام كانت هذه بالنسبه لي الوصفه الاولى اللي هي نوغتس الدجاج شفتوا كامل الطريقه المقادير التوابل اللي تقدروا تحطوهم فيها وهذه هي طريقه التشكيل تاع لي نوغتس تاعنا دونك خلوك ناديه تكملي في الشكل تاع لي نوغتس ولا التشكيل تاعهم نروحوا على فاصل قصير خلو الناس يرتاحوا شويه برك شويه متواصلين معكم مع برنامج الو شيف ومع الاتصالات تاعكم ثاني اللي رانا نستناو فيها من خلال الرقم 023 70 92 94 هذا الرقم اللي خاص بيا البرنامج فيما يخص وصفاتنا لنهار اليوم عندنا نوغتس الدجاج اللي كنتو شفتو المقادير تاعها والوصفه تاعها كذلك قبل الفاصل مع شيف ناديه هذه طريقه تاع التشكيل تاعهم دوكا حطيتهم في الفريغو باش يشدوا روحهم اكثر قبل القليان تاعهم وهكذا عندنا سلطة البطاطا التركية وعندنا معجون العنب اللي حتشوفوهم بعد تشكيل تاع الدجاج تاعنا هادو حنديرهم دي دوا قلت لكم عندكم لو شوا كيفاش ديروهم كاين اللي يبيعهم برا مول سيليكون يجي بالطالي يعمروا فيه ويقدروا باش تجيهم سهله طويله كامله نكملوا في استقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام ونقولوا الو مساء الخير الو مساء الخير يا كرام مساء النور حبيبتي واش راكي لاباس مساء الشيف ناديه لاباس اي معاك ناديه معاك الله يسلمك اكو ملاح صافا وانت حبيبتي كي مليحه الحمد لله الحمد لله شكون معنا معك نصيره بليده نصيره واش راكي قالت لك ناديه عرفاتك شكون نادية؟ انا عارفه الحب ديالي تعرفني انا لي اختي مبوزريعه تحبك وتموت عليك نعم انا لي اختي مبوزريعه تحبك وتموت عليك ربي يحفظها انا تاني نحبكم ربي عالم الله يسلمك وإكرام قالت لي نقعد غير نخزر فيها الله يسلمك تعيش يا حبيبتي ربي يحفظك يسلمك يسلمك تعيشي كيفاش معطيه بنصيره في السخانه يا ايما تسمع دا سخانة انا غير مع فلفل طرشي مشوي وطماطش مقلية ايه حاجة خفيفة حاجة خفيفة شوفي ما شفتش نادية كنت برا نفورمي ما شفتش واش واسات ما شفتيش واش دارت في الجاج خلاص اللي ما تاتو دوك دوك تو تسويت نعاودو ايه بعد اخي تعاودوه ايه خلاص دوك نعاودو لك اكو ملاح يا اخي ولا غير لاباس وانتي الحمد لله سمية مليحة الشيف مريم ولا غير لاباس كاملة بخير الخير
الحمد لله. واش راكم على سخانه؟ هاكي تشوفي ها ربي يقدركم ولا ربي معاكم ربي يقدركم الله يسلمك ولا يعطيكم الصحه. راكم لاغي انتم راكم اسما نقعدوا غير ربي يسلمك فيكم. تعيشي حبيبتي ربي يسلمك. يسلمك تعيشي. شكرا لك يعطيك الصحه. يسلمك يسلمك. عندي طالب نقولو معليش تفضلي. يسلمك. عندي بنت عمي في لوليزه في مزيم السوس راهي مريطه بالبزاف. نطلبوا لها الشفاء وندعي الكامل ولا سمعوني يدعيوا لها بالشفاء. ربي يشفيها ان شاء الله. ربي الله يسلمك ان شاء الله. تعيشي. شكرا لك. يسلمك ويعطيكم الصحه. ربي يحفظك ناصره منها على ناس بليله. سلامه صحه. تعيشي. شكرا لك. اذا ناديه نعاودوا لها الوصفه. فوالا انا لي نقص دجاج. دجاج ملحي. نصيره سمعية غسلوه مليح. غسلوا الدجاج تاعكم مليح ورحوه. بعد ما ترحوه واش نديروا له؟ زوج ملاعق مايزينا، ملح، فلفل كحل، شويه عكري، شويه ثوم بودره وتوابل الدجاج. ما عندكمش توابل الدجاج ديروا قزبر، كركم وكاري وسكنجبير وملح وفلفل كحل وعكري. هذو هما عجنتو مليح كيما كنتو تشوفوني. عاود ترحيتو باش يدخلوا لي زيبيس مليح والدجاج يترحالي باش يقعد لي يجيني رطب. نحق ان تكستور رطبه. ومن بعد راني نخدم فيه كيما كنتو تشوفوا. لا عندكم الوقت ديروه 15 دقيقه في كونجيلاتور يجمد يشد روحو. ما عندكمش الوقت شمخوا يديكم كيما راني ندير وخدموهم سواء اصابع سواء ديغون. نتوما شكلوهم كيما راكم حاسين وتحطوهم في الكونجيلاتور او موا نص ساعه. بعد نص ساعه من بعد تشوفونا واش نزيدوا ليتاب الاخرى. داكوغ. دونك نروحوا مباشره للوصفه التاليه اللي هي ولا نبداو نروحوا للمعجون. نروحوا لا كونفيتور. نروحوا لا كونفيتور ومن بعد هذيك نخش لاضه تكون ساهله. فوالا اكثر. فوالا نحط هاد لي نوغات في الكونجيلاتور. ونبداو في وصفه معجون العنب اللي حتشوفوها معنا اليوم ومع الشيف ناديه. نعاود نذكركم انه المسابقه مازالها متواصله وتقدروا تجاوبوا حتى نهار الخميس خلال البث المباشر اللي راهو في الصفحه الرسميه لقناه الشروق تي في اللي هي الشروق تي في المتقبية الازرق على الفيسبوك اللي كنت وريتها لكم جوست قبل الفاصل. الوغ ناديه نجيب لك لي زانغريديون تاع العنب تاع العنب تاع المعجون. فوالا فوالا لهنا حبيت ندير بالاحمر والاخر وكاين اللي حبيت نديرو مرحي وكاين اللي حنخليه حبات. المعجون كما على بالكم يحب دائما طنجره ثقيله دو بريفيرونس ولا لا كوكوت ولا الوغ. واش عندي لهنايا؟ عندي كيلو عنب هذا الاحمر نقيته ونحيت له كامل الغصان هذوك ديالو والحبات اللي خاسرين نرميهم. كي نقولوا معجون ماشي معناتها معجون نروح نخير الحبات اللي طايبين ولا اللي طايحين ندير بهم معجون. او كونترير المعجون يحب حبه شاده روحها اللي ترحى معليش شغل الحبه طريه ولا صح لي نكون حنخليه حب دو بريفيرونس يكون شاد روحه. انا هذا لهنا حنرحيه وهذا حنخليه حب. واش عندي لهنا؟ كيلو معجون، كيلو عنب، بكيلو سكر. بصح انا ما نديرش كيلو سكر سا ديبونس العنب تاعكم. باغفا دوقي العنب تلقايه قارص وباغفا تلقاوه حلو. انا كامل العنب حلو نحكم كيلو قارص، كيلو عنب، كيلو سكر نحيلو نحي منو كاس. تسمى واحد 700 غرام تاع سكر. ولا حبوا مثلا بالكيله، كيله تاع العنب وكيله ناقصه واحد زوج سبعتين تاع السكر. كي يذوقوا العنب تاعهم يلقاو حلو بصح لقاوه قارص واش يديروا؟ كيلا عنب كيلا سكر. فوالا هذايا نورمالمون هذا العنب واش ندير له؟ يبات هكا الليله كامله بهاد السكر وصباح نطيبو. انا كم حبيت نوري لهم كيفاش ندير. مانيش حنخليه ليله كامله حنشمخو بواحد الكاس تاع ماء. داكو. دونك هي بصح تخليها هكا بلا ما بلا والو. خليها هكا لهذاك العنب يباتي يطلق في الماء تاعو يتشمخ مع السكر يولي انسيغو. مي انا كوم ما عنديش الوقت وما درتوش من قبل واش حندير؟ شمختو من دوكا. نشمخو. راني نضحك بابا بعت لي ميساج دوكا زعما يجاوب فيا على سؤال. خليه يا اخت ناتشو. إلا غيزون وي سي ان سي ان اني اليوم. يا داكو. بصح في لا غوسيت ماشي هكا. بصح ما تديش 500000 بابا ما فيهاش. فوالا دونك بالنسبه لي معجون العنب كنا درنا شحال درتي العنب ناديه؟ كيلو عنب. والسكر درتي قيس هي نورمالمون كيلو عنب كيلو سكر
كي ذقت السكر كي العنب تاعي ذقته حيت حلو نقصت كاس من الكيلو بسمو 700 غرام تحت القارص نعصر 10 قارص اللي هي محافظ للحافظ باش ما يخسرش اللون تاعنا وندير هذيك لا ترونش ونديرو يطيب نحطو القارص في التفاح فوالا كي يبدا يطيب كي يبدا يغلي نحيلو الرغاوي ونقتلو النار ونخليه يطيب دائما نقول لهم المعجون كي يحبس الرغاوي معناتها راهو طاب كي يقعد يخرج في داك ليكوم معناتها العنب تاع المعجون تاعكم مازال ما طابش الفاكهه مازال ما طابش من الداخل اكو تنحو تنحو شوفوا سر البارح جبت المعجون تاع المشمش من الدار كنت طيبته عندي وقيله شهر وزياده معاهم مازالوا انتاكت المعجون كي نحيلو الرغاوي كامل هو ويطيب ولا نمشي نستخسرهم فيه ولا نقول خساره ولا اوكونتخير هذوك الرغاوي ما حيفيدوكم في والو يخسروا لكم غير المعجون ديالكم تحكموا اشاك فوا الرغاوي يخرجوا نتوما تنحوا والملعقه اشاك فوا تشلوها ما تردوهاش هكاك موسخه في العنب تاعكم ما يخسر لكمش المعجون هلا هذه هي دوكا هو يبدا يغلي انا نحي الرغاوي ونقص النار ونخليه يطيب يشد 30 دقيقه 25 دقيقه سا ديبون الحبات تلقايها طاحت وتلقايه واعقد وسا ديبون كاين اللي يحبوا عاقد كاين اللي يحبوا اونسيغو ياكلوا كوم ديسير سا ديبون الواحد كيفاش يحبوا نفس الطريقه بالنسبه للعنب الاخضر نو هذا نفس الطريقه يقدروا يديروها بصح انا حندير موديل واحد اخر حنديروا مرحي يحبوا ياكلوه مع الخبز ولا يديروه في لي سابلي ولا واش حندير عندي ثاني كيلو عنب نقيته وغسلته نحكمه ونرحيه تحبوا بالبغا تحبوا بغوبو نورمال هكا بالبلندر اوكي نرحيه تخي تخي بيان شوفوا خليته يترحم مليح باش يترحى لي نضمن باللي ترحى من بعد واش ندير عفوا نحي هاد الكاري ديال الحس نقلب هذه البطاطا ما بقالهاش من الطياب ونحط لا كونفيتور تاعي هنايا واش ندير بعد ما رحيت هذاك العنب نجيب صفايه ونصفيه معناتها القشور وهذوك العظم راهم كامل رايحين يبقاو الفوق ثاني كيلو عنب بسكر دائما انا نقص كاس ما نحبش حاجه حلوه بزاف ولا عنب سا ديبون الا كان حلو دونك باباك مشاهد وفي وي او داير كليماتيزو ويشوف بعثت لي ثاني وحده نبيله من البيار متتبعه وفيه قالت لي نضل نعيط ما نحكمش هيا تزودي لي اهداء ما نقولها كوكو نبيله من البيار تحيه كبيره لهم فوالا يعجبوني كي يعيطوا لي ولا يبعثوا لي ويحكوا لي بالتفاصيل تحسي بلي صح متبعين صح فوالا نصفي هكا وبعد نزيد له داك السكر لا تخنش تاع القارص مع العصره تاع القارص ونرجعوا يطيب كل ما يخرج الرغاوي نحيهم ونخليه راوي يطيب ومن بعد انا نحب لا كونسيستانس سواء عاقد سواء خفيف فوالا شوفوا كلشي يقعد الفوق ما تخموش زعما على دوك العظم تقولوا ريحتهم ما كنتش حتقدروا زعما سورتو الا كانت كونتيتي تحكموا العظم وتنحوا له العنب فوالا لازم تكوني فريش هكا ترحوا وتصفيوه شوفوا القشور والعظام قعدوا كامل الفوق شنو كرطوها كامل مليح باش يحبط كلش يبقى غير البقايا هكاك من الفوق اي بيان دونك هذا فيما يخص وصفه معجون العنب اللي كنا درنا منها نوعين ولا على طريقتين نقولوا ناديه الاولى كنا درنا العنب الفيولي درناه ولا الاحمر كما نقولوا حنايا درناه مع السكر كيلو تاع العنب
لكن نقصنا من السكر، درنا يعني كيلو غير كاس هكا فوالا، لانه العنب حلو فوالا وساديبون هما يذوقوا، هي لا باز يقول كيلو بكيلو فوالا. نفس الشيء بالنسبه للعنب الاخضر، لكن الطريقه اللي درناها هنا ان كنا رحينا العنب يعني ما خليناش حب حب، هذا كيجي حب وهذا يجي معجون عادي كما تلقاوه في الاسواق، تقدروا ديروه في الخبز كما قلت لكم في لي سابلي تاعكم في الحلويات وكل شيء. نحرك هكا اي جاي لا غونتري سكول تمتم خلاصو لي ماكم سي جاي لا غونتري نحرك هكا مليح، ندير 10 تاع قارص، 10 مليحه باش ما يكحليش، وندير اون عجبني برك عجبني هذا شحال يخرج شباب فوالا ونديرو هذيك لا ترونش ونديرو هذاك ثاني طيب كي نفس الطريقه حتى سهله يذوب السكر الرغاوي لازم يتنحاو لي يخرجوا من لو فروي. شوف البطاطا على طابت باش نرجعو من هيك فوالا. مشاهدينا الكرام كانت هذه الوصفه الاولى لهذا العدد، وكنا درنا لناقات تاع الدجاج اللي كنا مازال ما كملناهم يعني في الفريغو باش يشدوا روحهم، تشوفوا طريقه الطياب تاعهم. عندنا كذلك معجون العنب بطريقتين، حب وكاين المعجون العادي اللي يجي يعني ليكيد نورمال، وكذا عندنا سلطه البطاطا التركيه اللي حنبداو فيها دوكا هكا نادي انا حنبدا سيبو. نروحوا بالك لي نوغت روحوا بطاطا سهله نخلوها يلا فوالا، نشعل على الكونفيتور تاعي ونقعد نعس دائما هذوك الرغاوي. والمعجون دو بريفيرونس باش ينجح لكم تخلوه يطيب في غردو، كي يبدا يغلي غير يبدا يغلي نقصوا له النار وخلوه يطيب، لانه لو كان نزيد له النار شحال يصرا حينشف كامل ماء والحبات تقعد ما طابتش لداخل الكرام، واش يصرا تروحي تخبيها انت تقولي عندي معجون تروحي تخبيها، بعد ديك الحبه كيما طيبش لداخل شنو تقعد تطلق معاها، هذاك الماء تاعها هو اللي قرا خسرنا المعجون. المعجون كي قرا لكم معناتها يا مسيتوه بيتكم هي المغرفه اللي خلطتوا بها ماشي معقمه كليتوا بها ولا عاودتوها، ميم اللي نحركوا بها هكا اكرام كي نحرك ونحطها هكا راهي ترفد البكتيريا نعاود نحرك بها يولوا لي نشللها باش نعاود انا اشاك فوا نشللها باش البكتيريا تضمني، سورتو اللي حتكونسوميه دوكا معليش يومين ثلاثه يقعد لك حتى سمانه 10 ايام، بصح كي تخبي لا كونفيتور كيما انا على العام عندي لا كونفيتور ما تخسرليش، قلت لك البارح جبت اون بوط تاع معجون تاع مشمش قعدت هي هي واضح. دونك المعجون يحب الوقت يطيب في غردو والرغاوي، الرغاوي سورتو الرغاوي والبلارات الثاني اللي نحطوهم فيهم نعقموهم تعقيم انيمول فنعقم قدامهم، ديروا ما يغلي نحطوا البلارات يغلوا 21 25 دقيقه وبعد نحوهم نخلوهم ينشفوا في الهواء ما نشفوهمش بان تورشون ولا، ونحاولوا لداخل في البلاره ما ندخلوش كامل ايدنا. هذه هي اللي فيما يخص وصفة المعجون المعجون العنب اللي شفتوها معنا لنهار اليوم اللي كانت بطريقتين. نعاود نذكركم أن المسابقة مازالها متواصلة مشاهدينا الكرام باش تربحوا قسيمة شراء تاع 5000 دينار جزائري من عند الواحة لتسوق المركز التجاري للواحة اللي متواجد بقهوة شرقي برج البحري، بمجرد أنكم تجاوبوا على اسئله اللي ولا السؤال اللي كان في نهايه الاسبوع الماضي من عند لي شيف، دونك شنو هو شنو هي الحاجه اللي نديروها في مكان محسن في لاجينا. الاسئله ولا الاجوبه راح نختاروها من تعليقات البث المباشر يوم الخميس ان شاء الله، حيكون اسم الفائز او الفائزه، حتكون معكم شيف ناديه وشيف مريم كذلك باش يخيروا اسم الفائز والفائزه والاسم الفائز والفائزه الاخير نقدر نقولوا لهذا الموسم. الموسم الجاي لوعدكم نجيب لكم مسابقات اكثر، يعني مش حتكون مسابقه وحده برك ان شاء الله، حيكونوا مسابقات بزاف وين يقدروا بزاف ناس ثاني يربحوا ماشي واحد وماشي زوج ان شاء الله يا رب. نشكروا دايني لي سبونسور تاعنا اللي حاضرين دائما معنا في كوزين الو شافوا اللي رافقونا طيله الموسم، وكذا نشكروا الواحه اللي راهي دير لكم في هذه المسابقه الرائعه. جبدنا لي نوغات تاعنا من لا ما ريحوش بزاف، انتم دو بريفيرونس يقعدوا نص ساعه ما نخدموهم، كنا رايحين بحال خدموهم لافي صباح جبدوا قلو ما يهمش فوالا، ايسونسيال يريحوا شويه. اوكي نجيب لي كويير نبدا نحيف هذاك لي كوم اللي كنت نحكي لكم عليه من قبل، فوالا هادو الرغاوي اللي تشكلوا من الفوق كاع يتنحاو كاع، قد ما يتنحاو هاد الرغاوي قد ما المعجون ديالكم ما يخسرش. فوالا هادو
لي كاب لي خرجهم من الفخوي يخسروه لو كان نكملو نخلوهم يطيبوا معاه. دونك نبداو نحوه، تروحوا معاهم غير هكا بملعقه صغيره ولا وتبداو تنحو. حسيت روحي قصيره صح، كان موراي بعيد عليا. فوالا اشاك فوا هو يخرج الغاوي وانا راني نحو. فوالا هذا نخلوه يطيب حتى يعقد. لهنا راني ندير في الماء للبطاطا باش نبردها. بطاطا تاع لا سالاد يكذب عليكم لازم تبرد باش تقعد لكم توت لا جورني سورتو. فوالا هذه هي نخليها هكا شويه في الماء بارد، تعاود تشد روحها ومن بعد نصفيها. اوكي نروحوا لل بس واش ندير، ناخذ فارينا هكا نرمدهم الفانيدا الاولى في لا فارين برك. فوالا هكا شدوا روحهم شويه مالغري ما طولوش، بصح شدوا روحهم باش تقدروا تخدموها. فوالا كان تعطيني شويه ما ما قيس كاس ولا هاكي داك الصحه. فوالا نمدو هكا في الفارين، نجيب لي زوتر الطريقه هايلك. نفس الشيء بالنسبه لهذوما مازال نشدوش روحهم، حنا نمدو الفارينة الترميده الاولى فارينة الترميده الثانيه. دوك نقول لكم فاش نديرو. اوكي شي عطونا شغل ان كروسيو. كم ساعة هكا؟ راهي و 26 دقيقة. الشلاطة سهلة تاع الفطور. هادو نوريهم برك كيفاش نرمدوهم ونقلوهم. اوكي. خلاص عرفت كيما قلتي سهلة. داكوغ. دونك مشاهدينا عاود نذكركم برك بوصفتنا لنهار اليوم، عندنا نوكات الدجاج اللي راح نقلوهم برك، عندنا غير القلية نتاعهم، عندنا كذلك معجون العنب اللي درناه بطريقتين. دونك الطريقة الأولى كنا درناه بالعنب الأحمر حبينا نخلوه حبات، وطريقة ثانية درنا بالعنب الأخضر العادي اللي اللي رحات وشافنا بها باش تكون عادية، يعني كونفيتور عادية ولا مربى عادي اللي تقدروا ديروه في الخبز ولا طيبوا به لي كاتو تاعكم كذلك. هاي هاي الرغوة طلعت نادية. نحيا شوفي إكرام ماشي كامل هذا الرغوة. كان نقص لو دوك تشوفي لي تعرفيها بلي رغوه قريب من حيتها كاع. شوفي هادي شنو رغوه فيها لي كاس والبيو. داكور ما ماشي هادي كامل هادي تاع الغاوي تاع الطياب، سينو هادي اللي تتشكل في لي كوتي كامل شغل بيضاء اللي نحوها. فوالا دوكا هي اشاك فوا تولي تخرج ومن بعد تنقص كامل الرغوه، نعرفوا بلي لا كونفيتور تاعنا طابت. واش ندير هذيك الفارينه اللي رمت فيها، ندير لها ملح عكري شوية بودرة وشوية فلفل الكحل ونحلها بالماء خليط ماشي ليكيد وماشي حاكم قعدت. فوالا كاس ا بوبخي سا ديبون كاس يقدر يكفيهم لهذوما، ونحلو في الماء ماشي ليكيد هكا جامد، خليط هكا جامد وماشي ليكيد. نديرو المقلاة تاعنا تسخن ونقلو لي لوكات تاعنا عادي، ديروهم مع مايونيز ولا كيتشوب يجيو بزاف بنان مع سالاد. من فضلك سالاد هاد لي نوغات مع سالاد ولا مع سالاد دوغي ولا راهم رايحين يكفو في هاد السخانه. جيبي الفرشاط احسن. فوالا لهنا الخليط تاعي مازال غادي نسحق شويه ما فيه نزيدو. لقيتي راحتي هذه تكفيك؟ هذه برك هذيك ثقيلة شوية. راهي أنا الماء بزاف سمحوا لنا. حسيت حصلت حصلت. باش نعطيك الدوز يعني. نو هذيك معليش. يعطيك علي نورمال. نديرو هاد سخون. فوالا هاوليك الخليط اللي نتحصل عليه.
هذه ثاني تنحيلو ناديه وي خرجوا له شافي شتي الرغوه مشيتي تعمل هذه اه راح حطيتي الضرب لا عشاك فات خرج الرغوه نحيها وهو راهو يعقد هلا واش ندير هنايا هذاك الخليط ندير الزيت للمقله زيت نورمال ماشي حتى يعومو ماشي شويه باش يطيب لنا البيض وشنو تكون النار ناقصه علاش باش يطيب من الداخل يتقرمش من الفوق ويطيب من الداخل ماشي يتحرق من الداخل من برا ويقعد من الداخل لهنا حتى يسخن الزيت واش ندير باش نبدا نرمد هنا ونحط زيت غير كتنا في المقله ما يقعدش يتحرق برشا يسخن لنا الزيت قلت لكم تقدروا تخبيهم في كونجيلاتور كيما خدمناها من قبل وتجبدوا وقت ما حبيت فوالا الرغاوي هادو كامل يتنحاو حتى يطيبوا الحبات تاع العنب ديالك لهنا طنجرة حاولوا ديروها واسعة ما يقولوا واسعة انا هادي شوية صغيرة راهو يفيد لي فوالا شوفوا كي يسخن الزيت تحكموا هاد لي نوغات تاعكم ترمدوهم في هذا الخليط وتحطوهم تقلوهم ديريكتوم فوالا انا مازال ما سخنش الزيت مانيش حنرمدهم وريت لكم فقط الطريقه يترمدو غير يترمدو هكا يتقلو كيما هكا يتقلو ديريكتوم اوكي نروحو للشلاطه تاعنا لهنا واش نديرو عندنا البطاطا كيلو ولا رطل ولا سادي بون شحال راكم حابين نسحقو حبه بصل بون بصل جاني بزاف مش حنديرها حبه بصل مقطعه قطع صغيره مع دنوس نخلي فيها للتزيين زوج ملاعق مايونيز هاد لي نوغات اكرام مقبل فكرتني قالت لي وليدي الريجيم كيفاش ترمدوهم هكا ديروا شويه زبده وتحطوهم في الفوق في الفوق يطيبوا لكم في الفوق احسن ما تقلوهم يلا ملعقه زوج ملاعق مايونيز ملعقه موتارد صح في الفوق ما نديروش هذه الخلطه سي تقدري ديريها تحطي لهم برك بابي كويسون تنشد فوالا ولا هكا برك تحمصيهم في الفوق مايز زوج علب فرماج غيجيم ماشي ياوغت فرماج غيجيم هذه صلصه خاصه بهاد لا صاله طبيعي تاع البار طبيعي سي تاع 0% فوالا دونك زوج ملاعق مايونيز زوج ملاعق زوج بايط فرماج غيجيم ملعقه موتارد معدنوس كميه مليحه حبه بصل المايز وعلبه تاع الثوم زيتون من فوق للتزيين هاد لا صالاد ما يجيش فيها الطماطم والقرين كيما البطاطا على صالة تاعنا الجيريان او كونترير هاد السلطه تجي هكا بالمعدنوس والثوم والاخر ما نزيدولها لا طماطم لا خيار لا حتى حاجه ونخلط هاد درت عصره قارص ولا الخل هما يرجع ليهم كم حاجين هي بالقارص تجيب لنا بعد نخلطوا البطاطا ديالنا في هاد لو ميلونج نخلط غير بالعقل باش البطاطا ما تتحرحرليش فوالا هنا يحبوا يزيدوا لهاد لا سالاد يزيدوا لها كورنيشون يقدروا يزيدوا لكن هي تجي هكا بداك الياوغت ريجيم وتخلوها ديروها في الفريجيدار تبرد وتخلوها تشرب هاد لا ماريناد تجي بزاف تبنينه شكرا كي واقفه منا شفتي يضرب فيا واحد سخان انا عملوا لي بلاصي الله المستعان فوالا الزيت تبداو ديروا فيهم هكا في الزيت وتقلوهم بون النار ماشي قويه وماشي ماشي بارده بزاف باش ما يحمروناش بلا ما يطيبوا فوالا لا سالاد قلت لكم هذه تتكل بارده بزاف لازم هذاك الفرماج غيجيم يتجمد يبرد مليح ويدي هذيك البنه تاع البطاطا البطاطا بليتو تدي البنه تاع هذيك التتبيله اوكي فوالا هذه هي دونك هذا فيما يخص الوصفات تاعنا فوالا
بالنسبه للمعجون دوك واش نديروا له ناديه؟ معجون خلاص يطيب يطيب هذا ما يصحتنا بيدرو يطفي بيا. دونك يعطيك الصحه ناديه على كامل هذه الوصفات الرائعه كما راكم تشوفوا لنا قالت تاعنا راهم يتقناوا على هذه الطريقه باش تجيكم حاجه مقرمشه كما يقولوا. سلطه البطاطا التركيه كما راكم تشاهدوا راهي واجده عندنا دوك مازال برك التزيين تاعها بيان سور ناديه. قلنا ما تجيش بالخضار ما تجيش بالطماطم تجي غير بالبطاطا والفرماج غير يجي. فوالا الحاجه اللي تقدروا تزيدوها لها هي لي كورنيش. لي كورنيشون فوالا. عندنا كذلك معجون العنب كما شفتوه درناه بطريقتين، الاحمر خلينا حب والعنب الاخضر درناه مربع عادي ولا معجون عادي اللي تقدروا ديروه في الخبز ولا حتى لي غاتو تاعكم. دونك فوالا لانه قد استوانا يتقلاو بهذه الطريقه حتشوفوا الشكل النهائي تاعهم والشكل النهائي لكل طبق ولا لكل وصفه في مائده تقديم برنامج الو شيف. اذا عدنا ولينا لكم جديد مشاهدينا الكرام دائما في ختام البرنامج تلقاونا في مائده تقديم كل الاطباق اللي كنتو شفتوهم منذ بدايه البرنامج حتى الان مع الرائعه والمتالقه شيف ناديه. حبيبتي يعطيك الصحه. الله يسلمك. يوم نهار صعيب واحد خانة صح. انا قلت لك شكي وقفه مليك هذوك خرجنا فاصل قلت لك كيفاش راك تقدري توقفي اليوم صح خانة ربي قدرنا ان شاء الله قدر كامل الناس اللي خدامه فوالا لا كونفيتور تاع العنب انا مازال ما عقدتليش مي نتوما في الدار خلوها في غدا نقصولها تلحق حتى 40 دقيقه وهي تطيب. هذا تاع الحب حتى يعقديو لي ان سيغو تحبوا لو سيغو عاقد باش تاكلوهم مع الخبز تحبوه خفيف باش يتكلو كوم ان ديسير. هذا كاع انا مازال ما عقدليش مليح بصح هذا هو لا كولور ديالو وهذا هو الشكل ديالو لو بلا ديالنا خفيف ظريف. شوفوا تقدروا هكا فطور ولا عشاء وانتم تهنيتم الفطور والعشاء لين درت تاع الدجاج مع اون بتيت صوص مايونيز ولا كيتشاب ولا مع ديك لا سالاد تاع البطاطا كدرت لها تزيين خفيف مع دنوس وزيتون ومايو ومايز. يعطيك الصحه ناديه. يعطيك الصحه ناديه يعطيهم الصحه ليكيب اليوم سخانه دايره حاله. الله يرصح ربي سخانه هاديه دونك يعطيك الصحه انت ثاني المجهودات اللي كنتي درتيهم منذ بداية الموسم حتى الآن دونك مي اليوم آخر يعني آخر عدد للشيف ناديه تاع هذا الموسم يعني نهار الخميس راح تلقاهم يختموا كيف كيف إن شاء الله. أنت الشيف مريم اللي حتكون غدوة سعيدة كذلك. أنا أسعد حبيبتي والله كل ما يقولوا لي ديري ألو شيف نقول ألو نادية باش نخدم معها حتى الشيف مريم ثاني نوجه لها تحية كبيرة راح نكون معها غدوة إن شاء الله نديروا وصفات خفيفة ثاني مليحة للصيف إن شاء الله. نقول لك بون كوراج مازال لنا النجاح ان شاء الله نتلاقاو العام الجاي ان شاء الله ولا الموسم الجديد ان شاء الله. ليكيب ثاني نقول لهم يعطيهم الصحه ان نهار الاربعاء نخدم معاكم ماشي اليوم. دونك حسام محمد كامل موقفين لهنايا دوكا فات سخانه نقول لكم يعطيكم الصحه وربي معاكم ان شاء الله. بيدرو اللي راهو في الاخراج ثاني نقولوا يعطيه الصحه على المجهودات اللي يدير فيها. ايمان في الصوت كذلك كامل نائمه ثاني اللي تعاوننا دائما مسكينه تروح وتجيها بالنعم يعطيكم الصحه كامل ليكيب نسيت اسمه يسمح لي والناس الثاني اللي يتبع فينا من برا ولا في ديورهم ولا في الجزائر ولا خارج الجزائر نقول لكم يعطيكم الصحه تهلاو في روحكم. في الناس اللي تحبهم تلاقاو غدوه نفس البرنامج نفس الموعد نفس القناه شروق تي في. الى اللقاء.